نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا القادمة بالجولة 9 من الدوري الأسباني، والقناة الناقلة للمباراة وملعب المباراة وحكم اللقاء وترتيب الفريقين، حيث يدخل فريق ريال مدريد هذا اللقاء بالجولة 9 أمام أوساسونا وهو بالمركز الأول بصدارة الترتيب بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، حيث لعب الريال حتى الآن 8 مباريات، فاز في 7 مباريات وخسر في مباراة واحدة، وسجل الريال حتى الآن 16 هدفا ودخلت شباكه 6 أهداف فقط. أما على الطرف الآخر من المباراة، فريق أوساسونا يدخل هذا اللقاء أمام الميرينجي وهو بالمركز 9 برصيد 10 نقاط، حيث لعب أوساسونا حتى الآن 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 4 مباريات. سجل أوساسونا حتى الآن 9 أهداف ودخلت شباكه 10 أهداف. وتقام مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا القادمة بالجولة 9 من الليغا الأسبانية يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وذلك في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و6:15 مساء بتوقيت الأمارات، و3:15 عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. ويقام اللقاء على ملعب سانتياغو برنابيو معقل فريق ريال مدريد، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم الأسباني جيرمو كوادرا فرنانديز. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت HD1.